السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الأول، مرحبا بكم في درس جديد من دروس لغتنا العربية. هيا بنا إلى الجملة العلاجية. كلنا يكتب حمل سعيد العلمة. الكل يكتب حمل سعيد العلمة. كلنا يصحح لنفسه. الدرس الثاني، هذا صندوق كبير وهذه لعبتي أضعها في الصندوق. أنا أساعد أمي كل يوم وأرتب كتبي وأغراضي. الدرس الثاني، هذا صندوق كبير وهذه لعبتي أضعها في الصندوق. أنا أساعد أمي كل يوم وأرتب كتبي وأغراضي. أحمد، ماذا قالت فرح؟ ماذا قالت فرح؟ أحسنت الإجابة، قالت فرح هذا صندوق كبير. أين تضع فرح لعبتها؟ تفضل يا محمد. تضعها في الصندوق، أحسنت الإجابة. خالد، كيف تساعد فرح أمها؟ أحسنت الإجابة يا خالد، ترتب كتبها وأغراضها. هيا بنا نقرأ جملة الدرس. هذا صندوق كبير. هذا صندوق كبير. هذه الكلمات غير مرتبة. هيا نقرأ الكلمات ثم نرتب هذه الكلمات لنكون جملة مفيدة. اقرأ يا علي. صندوق، هذا كبير. من يرتب؟ تفضل يا محمود. أحسنت، هذا صندوق كبير. هذا صندوق كبير. أكتب هذا وهذه في المكان المناسب. حمد يشير إلى علم الكويت. نقط علم بلد الكويت. نختار هذا أم هذه؟ من يختار؟ تفضل يا إبراهيم. أحسنت يا إبراهيم، هذا علم بلدي الكويت. لماذا اخترنا هذا؟ لأن العلم مذكر. هذا للمذكر، هذا علم الكويت. هذه الحروف، أمامنا حروف وفرح تشير إلى الحروف. من يختار هذا أم هذه؟ أحمد. أحسنت يا أحمد، هذه حروف لغتي. لماذا اخترنا هذه؟ من يجيب؟ مساعد، لأن الحروف مؤنث. هذه حروف لغتي. نختار هذا للمذكر وهذه للمؤنث. هذا اسم إشارة للمذكر، هذا علم بلد الكويت، وهذه اسم إشارة للمؤنث. هذه حروف لغتي، حروف جمع لكنها غير عاقل. اخترنا هذه. اختار هذا أو هذه. نقط علم الكويت. من يختار؟ فارس. هذا علم الكويت، أحسنت الإجابة. فهد، نقط عصافير تطير. هذا أم هذه؟ هذه عصافير تطير. لماذا اخترت هذه؟ معنى العصافير جمع. أحسنت، جمع
غير عاقل. الجمع غير العاقل نختار هذه، مثل المفردة المؤنثة، هذه عصافير تطير. فرح ترسم، نختار هذا أم هذه؟ عبد الرزاق، أحسنت، هذه فرح ترسم، مفردة مؤنثة. هذا علم الكويت، هذه عصافير تطير، هذه فرح ترسم. أحسنتم يا أبناء الصف الأول. إبراهيم، ما هذا؟ هذا حرف الكاف، أحسنت. عبد الرحمن، ما هذا؟ أحسنت الإجابة، هذا حرف الكاف. شعوف، ما هذا؟ أحسنت الإجابة، هذا حرف الكاف. محمد، ما هذا؟ هذا حرف الكاف. عبد الرزاق، ما هذا؟ هذا حرف الكاف. هيا بنا نتعرف على أصوات حرف الكاف. مخلد، كم صوتا لحرف الكاف؟ أحسنت، ثلاث أصوات، ثلاث حركات، كا كو كي. الكاف مع الفتح كا، الكاف مع الضم كو، الكاف مع الكسر كي، كا كو كي. هيا بنا نردد نشيد حرف الكاف. أنا حرف الكاف، عندي ثلاث حركات، كا كو كي. أنا حرف الكاف، عندي ثلاث حركات، كا كو كي. هيا بنا نقرأ هذه الكلمات التي تحوي حرف الكاف. كسر، شكر، بارك، كامل، ركوب، يكيد، تكاتف، كهوف، ذكر، سلك، شكا، شكوك، ملك، ركوع، مكين. مرة أخرى، كسر، شكر، بارك، كامل، ركوب، يكيد، تكاتف، كهوف، ذكر، سلك، شكا، شكوك، ملك، ركوع، مكين. هيا نكون كلمات من هذه الحروف. حرف السين والكاف والواو والتاء. أحمد، نريد أن نكون كلمة من هذه الحروف. سكوت، أحسنت الإجابة. حرف التاء والكاف والألف والثاء والراء. ممدوح، تفضل. أحسن، تكاثر. حرف الكاف، الحاء والكاف والياء والميم. حسن، تفضل. أحسن، حكيم. نور الدين، تفضل يا نور الدين. حرف الميم والسين والألف والكاف والياء والنون. مساكن، أحسن، هي مساكين، الصحيح مساكين، هذه الكلمة ينقصها حرف الياء، مساكين. أركب، أقرأ، أكتب. حرف الشين والألف والراء والكاف. حرف الشين والألف والراء والكاف. من يكون كلمة من هذه الحروف؟ تفضل يا شامل. أحسنت، شارك، إجابتك صحيحة. حرف الراء والكاف والباء. أسامة، تفضل. أحسنت، ركبا، أحسنتم يا أبناء الصف الأول. كمال، ما هذا؟ أحسنت، هذا حرف الياء. محمد، ما هذا؟ أحسنت، هذا حرف الياء. كريم، ما هذا؟ هذا حرف الياء. عبد الله، ما هذا؟ هذا حرف الياء. علاء، تفضل، هذا حرف الياء.
هيا نتعرف على أصوات حرف الياء. خالد، كم حركة لحرف الياء؟ أحسنت الإجابة، 3 حركات لحرف الياء، 3 حركات. الياء مع الفتح يا، الياء مع الضم يو، الياء مع الكاس يي. هيا بنا نردد نشيد حرف الياء. أنا حرف الياء، عندي 3 حركات، يا يو يي. أنا حرف الياء، عندي 3 حركات، يا يو يي. هيا بنا نقرأ كلمات تحوي حرف الياء. يتعاون، نايف، يسافر، زياد، نوايا، زيوت، زيول، طيور، يسير، يذاكر، مكاييل، جياد، عطايا، غيور، سيول. هيا بنا نقرأ مرة أخرى. يتعاون، نايف، يسافر، زياد، نوايا، زيوت، ذيول، طيور، يسير، يذاكر، مكاييل، جياد، عطايا، غيور، سيول. أكتب الكلمة الدالة على الصورة. عبد الله تفضل. يد، أحسنت، هذه يد. أكتب الكلمة الدالة على الصورة. إبراهيم، عيون، أحسنت الإجابة يا إبراهيم. هذا تاج، أكتب الناقص، أقرأ وأكتب الناقص. هذا تاج جميل، هذا تاج جميل. ممكن أحدنا يقول هذا تاج الملك، أحسنت، إجابة صحيحة. هذا تاج الملك، أحسنت، هذا تاج الأمير، كلها صحيحة. كبير، محمد، أين مقطع المد؟ بي، أحسنت، الياء والحرف الذي قبلها، لأن الياء مد بالياء لا تقرأ الياء بمفردها، لابد أن نأتي بالحرف الذي يسبقها. بي، كبير، مقطع المد بي. نوع المد، مد بالياء. كثير، جمال، تفضل، أين مقطع المد؟ ثي. وما نوع المد؟ مد بالياء. كثير، إبراهيم، أين مقطع المد؟ سي، أحسن. وما نوع المد؟ مد بالياء. مكير، فاروق، تفضل، أين مقطع المد؟ كي. وما نوع المد؟ مد بالياء. عمرو، قلمي، أين مقطع المد؟ مي، أحسنت الإجابة، الياء والحرف الذي قبلها مي. وما نوع المد؟ مد بالياء. عمر، علمي، أين مقطع المد؟ مي. وما نوع المد؟ مد بالياء. رجلي، عادل، أين مقطع المد؟ لي، أحسنت، وما نوع المد؟ مد بالياء. يدي، أحمد، أين مقطع المد؟ دي. وما نوع المد؟ مد بالياء. هيا بنا أبنائي نطلق صواريخ المعرفة. الحرف الذي يشبه الحرف حرف الكاف نجده في الصاروخ الأول أم الثاني أم الثالث؟ مصطفى تفضل. الصاروخ الثاني، أحسنت، إجابتك. الصوت الذي يشبه الصوت كو نجده في الصاروخ الأول أم الثاني أم الثالث؟
خالد أحسنت، الصاروخ الثالث. إجابة صريحة صحيحة، وانطلق الصاروخ إلى أعلى. هشام، الصوت الذي يشبه الصوت كي نجده في الصاروخ الأول أم الصاروخ الثاني أم الصاروخ الثالث؟ أحسنت، في الصاروخ الأول. انطلق الصاروخ إلى أعلى، أحسنت الإجابة. معا، مقطع المد في كلمة سعيد. أحسنت، مقطع المد في كلمة فريد. إبراهيم، أحسنت الإجابة. مقطع المد في كلمة حميد. خالد، ميه. علي، مقطع المد في كلمة سمير. أحسنت الإجابة، ميه. مقطع المد في كلمة أمي. ميه، أحسنت. فارس، مقطع المد في كلمة أبي. أحسنت، أحسنت الإجابة. خالد، مقطع المد في كلمة أخي. أحسنت. علي، مقطع المد في كلمة قلمي. أحسنت الإجابة. محمد، مقطع المد في كلمة علمي. أحسنت الإجابة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا، أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.